طيب عندنا تقرير، خلينا نطلع للجمهور حضراتكم كالعادة نشوف إيه رأي جمهور مصر بعد فوز منتخبنا الوطني على منتخب المغرب، وبعد كده نرجع نتكلم عن أخبارنا وأخبار البيت الكبير. مبروك لمصر والمنتخب مصر وكل المصريين، وبصراحة يعني أداء متميز من الشوط الأول. يعني اللعبة كلها بصراحة عملت اللي عليها، وبقول لهم مبروك لمنتخب مصر واللعيبة كلها، وألف ألف مبروك. هو ده اللي يليق بمنتخب مصر طبعا، نتمنى الأحسن إن شاء الله البطولة لينا بإذن الله. وهو ده المنتخب اللي احنا فعلا كنا منتظرينه من أول البطولة، وإن شاء الله الماتش الجاي واللي بعده والكاس يرجعوا بيه باذن الله، والف مبروك مصر وارض الله المنتخب المغربي. هنقول طبعا رئيس الجمهوريه مبروك لمصر كلها والجمهور المصري كله والشعب المصري كله. الماتش النهارده جميل قوي من الفريق المصري والفريق المغربي، مباراه جميله جميله من الفريقين. مبروك لمصر، وكان ديربي عربي يعني كويس الحمد لله يعني، وان شاء الله التمنه بتاعتنا ان شاء الله البطوله بتاعتنا. صراحه الماتش كان كويس جدا، والعيال بذلوا مجهود جامد جدا، والحمد لله ان شاء الله في النهايه باذن الله نكسب باذن الله. مبروك لمصر، الماتش الجاي صعب ان شاء الله يعدوه. مبروك لمصر وتحيا مصر، لعيبه رجاله وشرفتونا. ما شاء الله عليهم، كانوا لعيبه رجاله، وان شاء الله نكسب الكاميرون وناخد البطوله ان شاء الله بعد غياب طويل عن مصر ان شاء الله. مبروك للمنتخب المصري وهارد لك للمنتخب المغربي، وان شاء الله نكسب ماتش الكاميرون وان شاء الله نفوز بالبطوله ان شاء الله. الف مبروك لمصر وكده، وقدمنا حاجه حلوه، وهذا المنتخب اللي كنا مستنيينه يعني، وعدينا كل حاجه ان شاء الله ناخد البطوله وخلاص. الف مبروك لمصر والمصريين كلهم، الف مبروك، والحمد عملوا ماتش رجاله وكان قدها الحمد لله. الف مبروك طبعا لمصر، ويعني ماتش عالمي، والكابتن محمد صلاح اهدى لمصر فوز، وكابتن شناوي يعني وكابتن ابو جبل، دول ابطال الحقيقيين للمعركه بتاعه النهارده. نذكر لعيبه مصر والفريق ابو جبل طبعا، وان شاء الله يا رب بقى نصعد بقى وناخد الكاس يا رب باذن الله ان شاء الله. الف مبروك طبعا لمصر، واي نعم احنا الشوط الاول ما لعبناش احسن حاجه، بس الشوط الثاني ادينا، وادينا كمان في الاكسترا تايم. اتمنى ان شاء الله ان احنا نوصل للنهائي وناخد البطوله وتبقى الثامنه. الف مبروك واللعيبه رجاله جدا جدا، وطبعا الف شكر لابو جبل وصلاح، كينج بجد، ربنا يعني ينصرهم ان شاء الله، وان شاء الله للنهائي. الف مبروك النهارده المنتخب مصر قدم اداء عالمي وكسبنا، وان شاء الله نكسب البطوله. بنشكر منتخب مصر الجميل اللي لعب بروح مصر وفانله مصر، وبنشكر ابو جبل اللي هو اتعور، وبنتمنى السلامه للشناوي باذن الله، وان شاء الله الفوز على الكاميرون بنروح اللي بروح فانيله مصر وبروح مصر والنادي الاهلي الجميل ده اللي وشه حلو على فريق مصر، وان شاء الله نوصل للنهائي والناس كلها هتفرح باذن الله. ودايما مصر هي قمه العرب وقمه افريقيا في كره القدم.